للمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. برحب بك يا فندم على شاشة إكسترا نيوز. وأولا، كيف ترون أهمية هذا اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأهم ما جاء طبعا من تصريحات من قبل المسؤولين؟ لقاء مهم جدا طبعا، وهو يعتبر حلقة جديدة في سلسلة لقاءات متواصلة تعقدها مصر مع كافة الأطراف، تتقدمها الولايات المتحدة، حتى إسرائيل، حتى السلطة الفلسطينية، لأن العالم ملتهب. وفي تقريرك تساءلت هل نحن بصدد حرب عالمية؟ الحقيقة أنا من الذين يتوقعون ألا تقوم حرب عالمية لاستحالة المواجهة بين أمريكا وروسيا، لأن كل منهما يستطيع أن يدمر الآخر 4 مرات. لهذا ده يفسر لك اللي جاري في العالم، أن انتهت إمكانية الحرب العالمية، فبدأت الحروب المحدودة بالوكالة عشان تستنزف أيضا ثروات الشعوب وتستنزف مزيد من دعم صناعة السلاح اللي هي المستفيد الأكبر من كل هذه النزاعات. نأتي للقاء، طبعا ده لقاءات متعددة، ده يمكن يقولوا 9 لقاء، لكن للأسف نحن أمام مشكلتين. لدينا حكومة في إسرائيل من اليمين المتطرف، وأخطر من أنها يمين متطرف، هو من نخبة من الجهلاء لا يعرفون يعني إيه قانون دولي، ولا يعرفون ما هي أصول الحكم. هناك يعني انقسام كبير حتى سيادة السفير. بل الاثنين من الوزراء صرحوا تصريحات ضد الأمن القومي الإسرائيلي لما اعترفوا أن في قنبلة ذرية، وعمر إسرائيل ما اعترفت أن لديها قنبلة ذرية. فأنت بتواجه من هذه النوعية، ثم لا يجدوا أي غضاضة أنهم يقتحموا مسجد وهو دار للعبادة، ويعني بعد البحوث والادعاء بان الهيكل كان تحت المسجد الاقصى. يعني على راي احد اخواننا الفلسطينيين، لو لقوا طوبه واحده ذات يعني صله بالهيكل اليهودي لكانوا اقاموا الدنيا ولم يقعدوها. ده الموقف الاسرائيلي المتضارب. لدي موقف امريكي لا يقل تضاربا. امريكا محتاره بين انها يعني تدعم اسرائيل دعما على شيك على بياض زي ما نقول، وبين انها تحت ضغوط الراي العام العالمي بل والامريكي مضطره انها تلوح ببعض الجهود من اجل استقرار السلام ووقف القتال. لكن هي عاوزه توقف القتال وتدعم نتنياهو في نفس الوقت اللي مش عاوز يوقف القتال، فلهذا هتلاقي الكثير من التضارب في الموقف الامريكي. هناك ازدواجيه في المعايير سيادة السفير. بالظبط كده. وهذه هي الزيارة العاشرة لبلينكن لمنطقة الشرق الأوسط، المؤشرات ودلالات هذه الزيارة، وهل من الممكن القول بأنه قد تكون هذه الزيارة مختلفة عما سبق، خاصة أنه بلينكن كان يعني بزيارة لإسرائيل خلال الساعات الماضية قبل قدومه لمصر؟ هو بيحاول مع إسرائيل، وأفتكر في هذه القضية مش هيخرج عن الرأي اللي عاوزه رئيس حكومة إسرائيل للأسف. رغم أن يقال، وأنا يعني بقول هنا مقولة يعني قالها لي أحد الدبلوماسيين الأصدقاء من الأمريكان، أن عندما يجد الجد فإن أمريكا تستطيع أن تقول لإسرائيل أن تسكت فتسكت. لكن في تضارب بقى هنا، لأن طبعا إسرائيل زرعت في المنطقة كما قال نابليون وقتها، لتفصل المشرق العربي عن مغربه لكي تكون عسكري المرور في المنطقة وتؤمن احتياجات الغرب من البترول ومن حرية الملاحة في قناة السويس. نجحنا في فترة الرئيس السادات والملك فيصل رحمة الله عليهما أن نؤكد للغرب من نستمر في تزويدهم بالطاقة والوقود والبترول، وسنستمر في فتح قناة السويس. لهذا منذ مسيرة السلام المصرية سنة 79 لم تتوقف أبدا إمدادات البترول أو الملاحة في قناة السويس، ومع ذلك ما زال الغرب متردد بين المواقف الإنسانية وبين المواقف الإجرامية الإسرائيلية، لأن عندنا رئيس وزراء بيختفي وراء هذه الإجراءات لأنها تحميه من دخول السجن، هو مطلوب للعدالة الإسرائيلية، وبالتالي بيتجنب المحاكمة طالما أنه في حالة حرب مع الأطراف. لكن أسألك سؤال بقى، لو أغمضنا أعيننا 20 أو 30 سنة مع الصمود الفلسطيني والدعم العربي والمصري،
ما هو مستقبل إسرائيل التي تحتل أجزاء من سوريا وتحتل أجزاء من لبنان وتعادي نصف الشعب المقيم معها على الأراضي الفلسطينية وليست علاقتها بأفضل حال مع الأردن أو مصر؟ ما مستقبل دولة كهذه تقيم عداء على كل حدودها وتقيم عداء مع نصف سكانها وبالتالي عقلاء إسرائيل؟ السؤال هنا يا سيادة السفير أيضا إنه مش يعني ليس فقط مستقبلها ولكن لأي متى سيستمر هذا الدعم لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ طالما أنه لا يتعارض مع الأمن القومي الأمريكي حيستمر الدعم، وكما قلنا إن أمريكا والغرب عموما اعتمدوا على إن إسرائيل تبيع عسكري المرور في المنطقة، رغم أننا أثبتنا لهم إنهم مش بحاجة لإسرائيل لكي ينالوا منا كل احتياجاتهم من المنطقة سواء الوقود والبترول أو الملاحة في المنطقة، لكن هي السياسة وسياسة متضاربة ومزدوجة المعايير وتغمض عيونها في أحيانا وتفتح عيونها في أحيان أخرى، حتى أن عقلاء الجاليات اليهودية في مختلف أنحاء العالم بدأوا يضجوا من هذه السياسة لأنها ليست في صالح إسرائيل في المدى الطويل. النهاردة خلال اللقاء أكد بلينكن أنه الولايات المتحدة الأمريكية هي ملتزمة بجهود التهدئة، كيف رأيتم يعني هذا التصريح وأين جهود التهدئة بالماضي أو منذ بداية هذه الأزمة؟ أنا شايفه يعني هو صادق في أنه يتمنى التهدئة، إنما هناك فيتو إسرائيلي على الجهود الأمريكية لإحلال التهدئة. طول ما إسرائيل بتقول لأمريكا من فضلك أنا من مصلحتي أستمر في القتال، طول ما ده هيجعل أمريكا تواصل سياسة الوجهين، زائد أن أيضا هناك صناعة أمريكية مهمة جدا وهي صناعة السلاح، مستفيدة من أن احنا اشترينا في الكام شهر الأخيرين دول 50 مليار دولار انفقت على الأسلحة في المنطقة ما شاء الله. فإذا هناك أطراف عديدة لا مصلحة في استمرار الحرب والولايات المتحدة حائرة في المنتصر. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا لك يا فندم.